اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، وسألك فأعطيته، وتوكل عليك فكفيته. يا من كفانا كل شيء، اكفنا شر الأمراض، وأعذنا من سيء الأسقام، ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء، والشفاء من كل داء، وأن تحفظنا من كل وباء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. 100% تك. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى الأمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، تحياتنا الجميع. نتمنى إن شاء الله تكونوا في خير وعلى خير بخير إن شاء الله. إخواني، إن شاء الله تكملة للشرح السابق المتعلق بلوحة المفاتيح الخارجية، اليوم إن شاء الله سوف نرى كيفية إنشاء اختصارات. هذه الاختصارات يا إما تؤدي لنا الوظائف المتاحة في جيشيو مثل النسخ واللصق، تعتيم الشاشة وغير ذلك، أو تفتح لنا تطبيق من التطبيقات المثبتة على هاتفنا مثل الواتساب، التليجرام، ملفاتي وغير ذلك. نبدأ على بركة الله، نأتي بالقائمة وذلك بمفتاحي الألت وحرف الأم، ثم ننزل حتى الإعدادات الخاصة بجيشيو وذلك بالضغط على المفتاح الكنترول والنزول بالسهم الأسفل. ننزل. ندخل بمفتاحي الكنترول، مفتاح المسافة، ثم ننزل حتى الإعدادات الإجراءات. ننزل. كما قلنا دائما أن السحب يكون صح هذا التعبير بالضغط على مفتاح الكنترول والنزول بالسهم الأسفل. ننزل. ندخل إلى إعدادات الإجراءات، ثم ننزل حتى الإعداد رقم 11. ننزل. Paramètres de schéma de raccourci clavier de l'application spécifique. الإعداد هذا رقم 11. لماذا ذكرت رقم الإعداد؟ لأنني في الحقيقة لا أعرف كيف ترجم في اللغة العربية، لذلك ذكرت رقم الإعداد حتى يستفيدوا الإخوة لمستخدمي الهواتف باللغة العربية. ندخل بمفتاحي الكنترول ومفتاح المسافة، ثم نسحب من اليسار إلى اليمين وذلك بمفتاحي الكنترول والنزول من السهم الأسفل. ننزل. 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 Paramètres du schéma de raccourci clavier global. إعدادات لوحة المفاتيح، الاختصارات العامة أو حاجة من قبل في اللغة العربية. ندخل هنا بمفتاحي الكنترول ومفتاح المسافة، ثم نسحب من اليسار إلى اليمين وذلك بمفتاحي الكنترول والسهم للأسفل. Créer un schéma de raccourci clavier global. إنشاء اختصارات عامة أو حاجة القابل في اللغة العربية. أدخل بمفتاحي الكنترول ومفتاح المسافة، هنا يعطينا كتابة الاسم الذي سوف تنطوي تحته كل الاختصارات التي سوف أنشئها. هنا كل شخص يكتب الاسم الذي يريد. أنا مثلا أكتب اسمي مثلا عبد الكادر، عبد القادر. يا للأسف لما تبدأ تكتب يذكر لك الحرف الأول فقط، ثم لما كتبت الاسم أنزل بمفتاح الكنترول والنزول السهل الأسفل حتى الأوكي، أضغط مفتاحي الكنترول ومفتاح المسافة، وبهذا المفروض قد أنشأت المجلد الذي سوف تنطوي تحته كل الاختصارات التي سوف
أنشئها إن صح هذا التعبير. الآن سوف نبدأ في إنشاء الاختصارات التي تؤدي لنا الوظائف التي يعطيها لنا الجيشيو، مثل النسخ، اللصق، الذهاب للعنصر التالي، الرجوع للعنصر السابق، على اعتبار أن مثلا الذهاب للعنصر التالي بمفتاحي الكنترول والسهم الأسفل هذا الأمر نوعا ما متعب، لابد أن نستخدم رقم 2 أو 8 أو 4 أو 6 أو 1 أو 7 الموجودين في لوحة الأرقام الموجودة في لوحة المفاتيح. ننزل بمفتاحي الكنترول والسهم الأسفل، أنزل هذا اسم المجموعة التي أنشأتها، أنزل حتى الإضافة زر، أضغط على مفتاحي الكنترول ومفتاح المسافة، لما ضغطت على إضافة زر يعطيني مباشرة كتابة الاختصار الذي أريد. فأنا مثلا الذهاب للعنصر التالي سوف أضع له اختصار هو رقم 2 الموجود في لوحة الأرقام على الجهة اليمنى، أكتب رقم 2، ولكن لابد مفتاح تشغيل لوحة الأرقام يكون معطل، كما في ملاحظة أخرى لا يمكننا كتابة حرف لوحده للأسف، مثل اي جي اف ك ال، لا يمكن إلا إذا كان معها مفتاح الالت أو مفتاح الكنترول أو مفتاحي الكنترول والالت معا. أنزل وذلك بكنترول الزر سهم الأسفل، أنزل هذا رقم 2 الذي كتبته، أنزل حتى الوظائف، أنزل هنا فتح تطبيق، أنزل فونكسيون وظيفة، أضغط على مفتاح الكنترول مفتاح المسافة، وهنا أبحث على وظيفة العنصر التالي، أنزل بمفتاحي الكنترول والسهم للأسفل، هذا العنصر السابق، العنصر التالي، أضغط على مفتاحي الكنترول ومفتاح المسافة، وبهذا من المفروض العنصر التالي اخترت لها رقم 2، العنصر السابق سوف أختار لها رقم 8. أنا واقف مباشرة على زر إضافة، أضغط على مفتاحي الكنترول ومفتاح المسافة، هنا أكتب الاختصار ألا هو رقم 8، ثم أنزل بمفتاحي الكنترول والسهم للأسفل، أنزل حتى الوظيفة، وظيفة، أضغط على مفتاحي الكنترول ومفتاح المسافة، ثم أنزل حتى العنصر السابق، العنصر السابق، أضغط على مفتاحي الكنترول ومفتاح المسافة. إخوة هذه مجرد أمثلة، كل شخص هنا يختار ما يريد، أنا اخترت 2 و 8، إخوة آخرين ربما يختارون رقم 4 و 6 أو 1 و 7 أو 3 و 9 أو حرف مع يا إما مفتاح الألت أو الكنترول أو الشيفت أو الكنترول والألت معا، هنا كل شخص يختار ما يريد، أنا هذه مجرد أمثلة. كذلك سوف الضغط المباشر أضع لها اختصار هو الصفر الأنسر، أضغط على مفتاحي الكنترول ومفتاح المسافة على اعتبار أنني واقف على زر إضافة، أكتب الصفر، أنزل بمفتاحي الكنترول والسهم الأسفل حتى الوظيفة، فونكسيون وظيفة، أضغط على مفتاحي الكنترول ومفتاح المسافة، وهنا أختار وظيفة النقر المباشر، هذا بالضغط على مفتاح الكنترول والنزول بالسهم الأسفل، نزل كليك ديركت، الضغط المباشر،
اضغط على مفتاح الكنترول ومفتاح المسافة. ادير كده يا اخي. ربما بعض الاخوة يتساءلون يقولون لماذا اخترت رقم 2 للذهاب للعنصر التالي ولكن ما زلت تستخدم مفتاحي الكنترول والنزول للسهم الاسفل؟ اقول لكم لانني ما زلت لم احدد المجلد الذي قد قمت بانشائه الا وهو عبد القادر. كذلك سوف اقوم بانشاء اختصار لرفع وخفض مستوى الصوت. انا واقف على زر إضافة، أضغط على مفتاحي الكنترول ومفتاح المسافة. Appuyez sur la touche réglée. Les touches de lettres et de chiffres séparés ne sont pas prises en charge. مثلا لرفع الصوت سوف أختار مفتاح زائد. Annule les boutons. Non, parade. ثم أنزل بمفتاحي الكنترول والنزول السهم الأسفل حتى الوظيفة. Non, parade. Par défaut, aucune top plus 1. Custom Voice Command. Tools. Ouvrir une application. Fonction. وظيفة، أضغط على مفتاحي الكنترول ومفتاح المسافة. وهنا أبحث على وظيفة رفع الصوت. أنزل. Élément précédent. Élément suivant. Premier élément. Dernier élément. Balayage vers le haut. Balayage vers le bas. Faites défiler vers. Faites défiler. Diminuez le niveau de la barre du défilement. Augmentez le niveau de la barre du dé. Section précédent. Section suivant. Lien précédent. Lien suivant. Contrôle précédent. Contrôle suivant. Diminuez le volume. Augmentez le volume. Augmentez le volume. رفع مستوى الصوت. أضغط على مفتاحي الكنترول ومفتاح المسافة. Abdelkader. كذلك خفض الصوت سوف أختار مفتاح الناقص. أنا واقف مباشرة على زر إضافة، أضغط على مفتاحي الكنترول مفتاح المسافة. Appuyez sur la touche réglée. Les touches de lettres et de chiffres séparés ne sont pas prises en charge. أضغط على مفتاح الناقص. Annule. Non pas subtract. ثم أنزل بمفتاحي الكنترول والنزول للسهم الأسفل حتى الوظيفة. Non pas par défaut aucune commande plus un. Custom Volt Tools. Ouvrir une application. Fonction. وظيفة، أضغط على مفتاحي الكنترول ومفتاح المسافة. Fonction. وهنا أبحث على خفض الصوت. وظيفة خفض الصوت. Élément suivant. Premier élément. Dernier élément. Balayage vers le haut. Balayage. Faites défiler. Diminuez le niveau de la. Augmentez le niveau de la barre du défilement. Section pré. Section suivant. Lien précédent. Lien suivant. Contrôle précédent. Contrôle suivant. Diminuez le volume. أضغط على مفتاحي الكنترول ومفتاح المسافة. Abdelkader. كذلك سوف أختار رقم 5 لفتح الإعدادات الخاصة بجيشو. أنزل حتى زر إضافة، أضغط على مفتاحي الكنترول مفتاح المسافة. Appuyez sur la touche réglée. Les touches de lettres et de chiffres séparés ne sont pas prises en charge. وهنا أكتب رقم 5. Annulez bouton non pas 5. كما قلنا دائما يكون معطل مفتاح تعطيل وتشغيل الأرقام. أنزل بمفتاحي الكنترول السهم الأسفل حتى إضافة. Non pas par défaut aucune plus un. Custom tools. Ouvrir une application. Fonction. إضافة، أضغط على مفتاحي الكنترول مفتاح المسافة. Fonction. وهنا أبحث على إعدادات التطبيق. Section liens contrôle compte augmenter le minute ma position écran vide record des traduit activé presse papier favori mode de paramètres d'application. إعدادات التطبيق، أضغط على مفتاحي الكنترول مفتاح المسافة. Abdelkader. هو هذه الاختصارات التي أنشأناها لابد أن نبقى متذكرينها. لماذا؟ لأننا سوف نعمل بها. كذلك سوف أختار اختصار كنترول وحرف السي لوظيفة النسخ. إخواني مستخدمي الحواسيب متعودين على هذا الأمر. أضغط على إضافة بمفتاحي الكنترول مفتاح المسافة. Appuyez sur la touche réglée. Les touches de lettres et de chiffres séparés ne sont pas prises en charge. وهنا أكتب كنترول سي، أضغط على مفتاح الكنترول وحرف السي. CTRL plus C. ثم أنزل حتى الوظيفة. C'est par défaut aucune de plus un. Custom tools. Ouvrir une application. Fonction. وظيفة، أضغط على مفتاحي الكنترول مفتاح المسافة. Fonction. وهنا أبحث على وظيفة النسخ. كوبي. Élément. Élément. Premier. Dernier. Balay. Balay. Fait. Dit. Section. Lien. Lien. Compte. Compte. Augmente. Heure. Minute. Ma position. Écran. Virtu. Reconnaisse. Description. Traduire. Activer le presse-papier. Favori. Mode de cesse. Coller. Copier. Copier. أضغط على مفتاحي كنترول ومفتاح المسافة. Abdelkader. وظيفة اللصق سوف أختار لها كنترول وحرف الفي. أنا واقف على إضافة، أضغط على مفتاحي الكنترول مفتاح المسافة. Appuyez sur la touche réglée. Les touches de lettres et de chiffres séparés ne sont pas prises en charge. كنترول وحرف الفي. CTRL plus V. ثم أنزل حتى الوظيفة. CTRL par défaut. Aucune commande plus un. Custom Voice Tools. Ouvrir une fonction. Fonction. وظيفة، أضغط على مفتاحي الكنترول مفتاح المسافة. Fonction. وهنا أختار وظيفة اللصق. Élément précis. Élément premier. Dernier. Balayage. Balayage. Faites diminuer le niveau.
augmenter le section précédente. إخوة أنا أنزل بمفتاح الكنترول والسهم للأسفل. كولي. كولي وظيفة اللصق. أضغط على مفتاح الكنترول ومفتاح المسافة. أبدل كدير. كذلك سوف نختار الاختصار الخاص لمعرفة الوقت الحالي رقم 4. أنزل حتى الأجوتي. أجوتي بوتون. أضغط على مفتاح الكنترول ومفتاح المسافة. Appuyez sur la touche réglée. Les touches de lettres et de chiffres séparés ne sont pas prises en charge. أكتب رقم 4. Annulez bouton. Map 4. ثم أنزل حتى الوظيفة. Map 4. Par défaut, aucune commande plus. Custom Vault Tools. Ouvrir une application. Fonction. وظيفة. أضغط على مفتاح الكنترول ومفتاح المسافة. Fonction. وهنا أبحث من ضمن الوظائف على Air Actuel. الوقت الحالي. Element. Element. Premier. Variage. Variage. Fait. Diminuer le niveau. Augmente. Air Actuel. Air Actuel. الوقت الحالي. أضغط على مفتاح الكنترول ومفتاح المسافة. إخوة فيما يخص الوظائف نكتفي بهذا حتى لا أطيل عليكم، على اعتبار أن فيديو هذه في الحق أصبحت طويلة ومملة والكثير من الناس أصبح نوعا ما ينزعج من هذا الأمر. فالآن سوف نختار فتح التطبيقات المثبتة على هاتفي. أنا واقف على إضافة، أضغط على مفتاح الكنترول ومفتاح المسافة. فمثلا لفتح الواتساب سوف أضع الاختصار التالي كنترول وحرف W W CTRL+W. أنزل حتى فتح التطبيقات وذلك بمفتاحي الكنترول والنزول للسهم الأسفل. CTRL par défaut aucune commande. أنزل Custom Vault Tools ouvrir une application. Ouvrir une application. فتح التطبيقات أو التطبيق. أضغط على مفتاحي الكنترول ومفتاح المسافة. Ouvrir une application. وهنا أبحث على الواتساب دائما بمفتاح الكنترول والنزول للسهم الأسفل. أنا في الحقيقة الأمر نوعا ما سوف يكون متعب، على اعتبار أن كل التطبيقات المثبتة على هاتفي سوف أجدها هنا. كما نعرف تطبيق الواتساب يأتي في الأواخر على اعتبار أنه يدعم دبليو دبليو. واتساب. أضغط على مفتاح الكنترول ومفتاح المسافة. كما سوف أضع اختصار كنترول وحرف تي لتطبيق التليجرام. أنا واقف على إضافة، أضغط على مفتاحي الكنترول ومفتاح المسافة. كنترول وحرف تي. أنزل حتى فتح التطبيقات أو التطبيق. Ouvrir une application. أدخل بمفتاحي الكنترول مفتاح المسافة. Ouvrir une application. وهنا أبحث على تطبيق التليجرام. ما زلت أبحث على تطبيق التليجرام. Telegram. تطبيق التليجرام. أضغط على مفتاحي الكنترول ومفتاح المسافة. كما أن تطبيق ملفاتي سوف أختار له مفتاح الكنترول والألت وحرف الأم. أضغط على إضافة. مفتاح الكنترول مفتاح المسافة. وأضغط على كنترول ألت وحرف الأم. هذا الاختصار خاص بملفاتي. أنزل حتى فتح تطبيق. Ouvrir une application. فتح تطبيق. Ouvrir une application. وهنا أنزل حتى أجد ملفاتي بمفتاح الكنترول والنزول للسهم الأسفل. RSS.
مي فيشي ملفاتي أضغط المفتاح الكنترول ومفتاح المسافة. نكتفي بهذا الإخوة حتى لا أطيل عليكم الفيديو، وانتم تكملوا التطبيقات اللي بقات لكم وكذلك الوظائف اللي بقات لكم التي يعطيها لنا الجيشو. نخرج بمفتاح الإشاب، نخرج مرة أخرى بمفتاح الإشاب، ثم نخرج بمفتاح الإشاب حتى الصفحة الرئيسية. نخرج وبهذا المفروض قد قمنا بإنشاء مجموعة من الاختصارات خاصة بنا. الآن كيف نقوم بتحديد هذه الاختصارات أو هذا المجلد الخاص بالاختصارات التي قد أنشأناها؟ نأتي بالقائمة وذلك بمفتاحي الألت وحرف الأم، ثم ننزل حتى إعدادات الخاصة بجيشيو، ندخل بمفتاح الكنترول مفتاح المسافة، ثم ننزل حتى إعدادات الإجراءات، ندخل بمفتاح الكنترول ومفتاح المسافة، ثم ننزل حتى الإعداد رقم 11 كما قلنا، ننزل. Paramètres de schéma de raccourci clavier de l'application spécifique. Notre lune bien fait le contrôle, bien fait le massafa. Paramètres de schéma de raccourci clavier de l'application spécifique. وهنا سوف اختار المجلد الذي قد قمت بإنشائه والذي سميته عبد القادر حتى تشتغل معي الاختصارات التي قد قمت بإنشائها. أنزل بمفتاح الكنترول والنزول للسهم الأسفل. Paramètres de schéma de raccourci clavier de l'application spécifique. أنزل. Schéma de raccourci clavier global par défaut. أدخل هنا بمفتاح الكنترول مفتاح المسافة. Schéma de raccourci clavier global. وهنا أبحث على عبد الكادر. Schéma de raccourci clavier global. Par défaut coché. عبد الكادر non coché. لاحظوا قلنا افتراضي محددة وعبد القادر غير محددة. أضغط على مفتاحي الكنترول مفتاح المسافة على عبد القادر لتحديدها. Paramètres de schéma de raccourci clavier de l'application spécifique. وبهذا المفروض الآن أصبحت الاختصارات التي قد قمت بإنشائها هي التي تعمل. أخرج مفتاح الإشاب ولنجرب. Paramètres des actions. JIO. Écran d'accueil. Page 1 sur 2 pages par défaut. قلنا للذهاب للعنصر التالي أضغط على رقم 2. أضغط لنجرب. Météo. Localisation. Mettre à jour mes fichiers. للرجوع للعنصر السابق رقم 8. نجرب. Mettre à jour la localisation. Météo. WhatsApp. رقم 5 يدخلنا مباشرة الإعداد الخاصة بجيشيو. أضغط على 5. جيشيو. لاحظوا الآن أنا في الجيشيو. جيشيو. Paramètres de réaction. هذه الإعدادات الخاصة بجيشيو. نخرج مفتاح الإشاب. Écran d'accueil. Page 1 sur 2 pages par défaut. رقم 4 يعطينا الوقت الحالي. 16h20. هذه 24 دقيقة. نعاود نضغط على رقم 4. 16h20. كذلك قلنا رقم 0 يؤدي وظيفة النقر. أضغط على رقم 0. على اعتبار أنا واقف على ملفاتي، أدخلني مباشرة إلى ملفاتي. أخرج بمفتاح الإشاب. Écran d'accueil. Page 1 sur 2 pages par défaut. كنترول حرف W قلنا يدخلنا مباشرة الواتساب. نجرب. واتساب. أدخلني إلى الواتساب. كما أننا قلنا أن مفتاحي الزائد والناقص خصصناهم لرفع وخفض الصوت، وهذا الأمر يتعلق بالميديا. في الحق نسيت أن أذكر بهذا، ليس بالناطق. أنا واقف على إحدى الفيديوهات، سوف أضغط على الصفر على أنه يمثل النقل المباشر. لاحظوا الصوت منخفض. أضغط على المفتاح الزائد. وشغل السيد باز بهما لعدة أسابيع. لاحظتوا الصوت ارتفع. أضغط على مفتاح الناقص لخفض الصوت. لاحظوا الصوت انقص. نزيدوا شويه بمفتاح خفض رفع الصوت. نخرج مفتاح الشاب. لنجرب الاختصارات التي قد قمنا بانشائها. كنترول وحرف تي لفتح تطبيق التليجرام. انا داخل تليجرام. هذا الصفحه.
قرأته. نخرج. كذلك Alt و Control وحرف الام قلنا يعطينا تطبيق ملفاتي. نجرب. الآن أنا داخل ملفاتي. أنزل برقم 2. رحتو. في الحقيقة كل الاختصارات التي قد قمنا بإنشائها هي تشتغل. فإذا أردت إضافة اختصارات أخرى تدخلون، ندخل مثلا الإعدادات برقم 5 ثم ننزل برقم 2 حتى الإعدادات الإجراءات. ندخل برقم 0 ثم ننزل حتى الإعداد رقم 11. Thème des gestes pour les applications. Activez-vous. Mettez les paramètres des paramètres du défilement. Paramètres des gestes du bord. Paramètres des touches de raccourci. Paramètres de schéma de raccourci clavier de l'application spécifique. ندخل برقم 0. Paramètres de schéma de raccourci clavier de l'application spécifique. ثم ننزل برقم 2. Paramètres de schéma de raccourci clavier de l'application spécifique. ننزل. Schéma de raccourci clavier Abdelkader paramètres du schéma de raccourci clavier global. بعده قالنا عبد القادر هو هو الافتراضي. ندخل. ننزل برقم 2. سورتي بوتون. خروج. Abdelkader. ننزل. Ajouter bouton. حتى الإضافة. أضغط على رقم 0. Appuyez sur la touche réglée. Les touches de lettres et de chiffres séparés ne sont pas prises en charge. وهنا تكتب أي اختصار أردتم وتنزل وتختار الوظيفة أو فتح التطبيق. كما لاحظت الإخوة أن كل الاختصارات التي أنشأناها هي تشتغل، وهذا كان على سبيل المثال على سبيل الحصر، لأنني لو أضع لكل الوظائف اختصارات ولكل التطبيقات المثبتة على هاتف اختصارات فإن الفيديو سوف يطول، والكثير من الإخوة أصبحوا ينزعجون من هذه الفيديوهات الطويلة، فلذلك اكتفيت بهذا. ما بقي لي إلا أن أذكركم بأن لما نقوم بتحديد المجلد الذي أنشأناه فإن الاختصارات الافتراضية لا تشتغل. لا أعرف لماذا في هذه النسخة 19 جوان، ولكن أنتم أي وظيفة تحتاجها أو تطبيق تحتاجه قوموا بإنشاء له اختصار بنفس الطريقة التي الآن رأيناها. نكتفي بهذا. لا تنسونا من دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.